أحسن الله إليكم يا أخي الفضيلة الشيخ، نفع الله بكم. بعض المعارض التي تقام ببيان جراحات المسلمين في فلسطين وغيرها يكون فيها بعض الصور الجرحى والقتلى، أهل أحيانا تعرض عن طريق الفيديو، والقصد من ذلك حث المسلمين على التبرع الإخواني. لا هذا العمل ذلك؟ هذا العمل غير مناسب، لا يجوز إقامة الصور والجرحى هذا، لكن يدعى المسلمون التصدق على إخوانهم ويبلغون بأن إخوانهم مضايقون وأنهم يجري عليهم ما يجري من فعل اليهود بدون أنهم يعرضون الصور ويعرضون جرحى ويعرضون، هذا في إعمال للتصوير، وأيضا فيه في هذا التكلف ما أمر الله تعالى به، وفيه أيضا تكسير لعرض المسلمين، يعني لما تظهر أمام الناس مسلم ممثل الجرح أو مقطع الأعضاء فهذا مما يوعد المسلمين ويرهب المسلمين من فعل الأعداء. الواجب أن المسلمين لا يظهرون الضعف ولا يظهرون الإصابات ولا يظهرون هذه الأمور، بل يكتمونها حتى لا يخطوا في عرض المسلمين يعني.